وسيرك جاشان دقة صوماليا عبد القادر محمد نور شامع أو ده شيء دقل يمرفله لكن يجي لك رابناي أي دوني أنا يقصي تان عبد القادر محمد شامع يسقنا وح نجاه هيستا هذا أبندول كجوتة الضنب اللي هي طبنات أو ده شيء أبجل يطليع إذا ما الضنب أو ده شيء صعد لو جيرع أيو كل جيه هاي سينتا إياه الله إسهيستا مركا سيدا سي أوغيت بحاشو ميل درم بي قادي ميل حم بي قادي شامع شوارت التلفيشن وكدي بكلية كوبت باده دي إسلاحيين مرايكن كي إساقيا سراكيشي هو يكالي عدها يا مركا يانا ورك ديدي كرا تاسانا كنتي إن سركال كان أودا شي باشا أبقال أو كسو جيد هارتي أبقال عيسر رتي سول رتي أه بون ديرا لغو ويرادو شلايتو لغوريجي سي سي لو خارجيو سي سيرف ربضان آنو أشيغين وايو رقا ويح قدبيي افشليي بو قيب كيهي إلا الدلانة فإذا دا اي كهرايا وحاوي تانا ويكا عرصدين سيرف بضان او عوسوين يحرومها لغولا عيدا مدانا وحبو كأوغيهي وررك كوكوبان هدان انقونا سيدو كالي شابه لدا دحي ماشا لو يقانو وكترسان مامول كهير شابه اللي دقمدا آدن يبال وحال لغا سوى قبطي لابا سركال او عيدامادا النساء او درجدودو لا ايشاق اينا كبطي يهين سراكي شاسي وحال سوى قبطي تلياها عيدامادا النساء هدى جوغا سنبلو لشي او لشي حوادلي رقا لا سوى قبطي واهبر قدر وحالة المامي رقاسي ان مهد محمد صلاد وماشا قيي اي اهايين سراكيشي اسكو حرايي الشباب يدولد دا مركا للربع عيدا مدى إن لالايو إيا آقاق إي كسو قليان مركا عيدا مدى حرموهو دا لغو بابئين آيو والا سوك عيي يوغو كتينا ديسان والا لغو مرمي باشا لغين ايو إن نيسا لغيو يا إن سي اي دي دا لغيو وغو دنبين تي وحالا اسكو راعي هرتا سي اي دي دا إن لغيو سي اي دي دا اي هدا آن كراه اللايو اي كو حرايين سراكي شاسي ماشا سي وحاكا عرقتاي عيدا مدى صوماليا وحليني إنو أها مهد محمد صلاب أو سردونكا يعني الشباب لشقيني أو إسجارسين تكدن سنعي شدالكا يساتكا كقو سنعي أو بقل بقل يا أفر أفر بقل عيدا مدى أوليني عبد القادر محمد نور شامع وسيرك قاشان ديقة صوماليا يوسيرك الدينتا مختار روبا وعلي أو منصور وحيقول لو ده هاي إن أي دقان أو بوسكا يكبحان مروال بابا شامع ماشان مجوغي دونا سيدا موقتا روبونا وقودقي دونا سببتا حسن شيخ محمود حدي شامع ودقا ايو وكوبت بادي كرو ده بادي جيسي عيبتان ونحفر ديو وحبالله ما أهن سا أوجد عبد عسيس لفتا قرين أيان لطشنا يا أبو إيرا حسن شيخ محمود ننكي أنكو بدلي لها وسيرك قاشان ديقة صوماليا أو ديقل إيميري فلا إسكالة جاقادة سادة أو وسيرة دا إيادة كميت أه إنان أوديبو نين أي دهان عبد الرشيد إلفيس أو وسيرك هراء قاشان ديقة أها فرماج مركو جوغي مر إسلامر كان هبر قديرتو إياد ونعبتهاي بريري باريه ديقل إيه مريفلي شبابكي هبر قدرت أها كل أيي كباب إيي استنبوين برف أهميدتك أي ديقان ومقان ربنا إيه لهايين هبر قدرت ننكي أمر كديبي إلا يوا هبر قدر نكاسي آد أمتش على وينعبتهاي مركا عبد الرشيد ألفيس وانا إسكتيم إيه أهايين قدوميها الدقمدة بيضبها الدجوغة عبد الله علي وطين إيوه إساقو صاحب إسكو وحبرشاء أي أهايين قدونك قبلك باينا أها عبد الرشيد أيها هدى لو صوودا وسارد دقاشان ديقة صوماليا مركا هدي عبد القادر نور شامع لقو بدلو عبد الرشيد ألفيس وهدو أقلادو لفتا قرين وليبنا وحو كسو عذابا ليري عبد الرشيد دنك لفتا قرين سياسة دو ويس بدشا وين كرتا وحان سيدا سؤال جيدا يعني عبد الرشيد وعن سيدا سؤال جيدا عبد الرشيد تيم كشريف حسن بي اهايين
isagii shariif xasan sheekh aadan lixda gobol uu kala gooyay saddexda gobol meesha uu la joogay laakiin siyaasadu way isbedeshaa hadda abdurashid wuxuu la socdaa abdacasiis lafta gareen baa la leeyahay marka abdurashid elvis waa nin aqoon leh ingiriiskana ka yimid عوض ورمله هذا اللي ما أقوله عبد الرشيد ألفيس هذه وسيرك قاشن ديك الصومالية والنقضة وحيكر ديك أنت هاي روبو إنه أوتوماتيك إسكبا حايو محايا لي عبد الرشيد ألفيس يا مختار روبو وإسكو قوندو سيدا سأوغيد وحان الليلي هاي وسيرك وسارد دينته يا أوقافته أما مدة عدالة ده أيها وحال لقين إياه نين أيدهان جيلاي أو هاد حل ديوان كترسان بارلمان كفدرال كصوماليات إسلامر كانا حل ديوان ك وسير كغاشان ديك هاد جوغا عبد القادر محمد نور جامع متلاي هاي فإيريس كيس كدو القاطع عاوة حاجدو مسهلنا مركا مختار روبو يو عبد القادر محمد نور جامع إن أي بيحي دونان أيهي أبضان تاي abdacasiis lafta gareen haddaan aadno maanta magaalada baraawe ee caasimadda state-ka Maryland waxaa soo gaaray saraakiil Itoobiyaan ah iyo injineero ku shaqeeya dhismaha dekedda saraakiisha Itoobiyaanka ah waxay magaalada baraawe ay keeneen rasaas fara badan oo loogu talagalay hubkii ayaan dhaweeyd doonta lagu keenay magaalada baraawe iyo rakibaadda hubkaasi lidka diyuuradaha ah hubkaasi ayay rakibayaan isla markaana rasaastii hubkaasi awooda badan ee la keenay uu baahan yahay ayay keeneen Itoobiyaanka saraakiisha ah sidoo kale waxay daydayanayaan meeshii ciidamada Itoobiya ay ka soo degi lahaayeen caasimadda baraawe ee state-ka Maryland maran dheereyn injineeradu way ku hakan doonaan baraawe oo kama noqon doonaan maanta iyo bari laakiin saraakiisha Itoobiyaanka ah marka ay fiirfiiriyaan meesha ciidamada ay degayaan sidoo kalena ay dhamaystirtaan rakibaadda hubka iyo rasaasta ay keeneen markaasi kadib waxay ku noqon doonaan magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee Maryland isla magaalada Baydhabo maanta waxaa gaaray wafdi miisaan leh oo ka socda waddanka Ingiriiska waxay la kulmeen madaxweynaha dawladda Maryland abdacasiis lafta gareen oo sidaad aragteen laba wasaaradood oo waaweyn dhagax dhigay wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda amniga dawladda Maryland madaxweynaha lafta gareen waxay u sheegeen wafdigaasi ka socday Great Britain in doorashadiisu ay ku garab taagan yihiin isla markaana dhaqaalo ay siinayaan xoogan ay ku bixinayaan waxayna u sheegeen lafta gareen in shaqo aanay ku lahayn dawladda federaalka Soomaaliyeed ayna soo faragelin karin doorashada lafta gareen haddii Baydhabo uu ku qabsanayo state-ka iyo haddii Baraawe uu ku qabsanayo tani waxay ku soo aadaysaa iyada oo Xasan Sheekh Maxamuud iyo lafta gareen ay bidixda isku salaameen fadeexadna uu dhex joogo madaxweynaha Soomaaliya lacagihiina laga goostay adduunyada ciidamada ay siinayeen haddaba wafdigan waxaa soo diray baa la leeyahay gabadha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan oo haatan madaxweynaha Soomaaliya uu waddanka ka eriyey oo bisha May ugu dambeyn ay ka tegi doonta Soomaaliya shaqadeedana ay uga dhammaatay iyada ayaa soo dirtay oo u soo dirtay magaalada Baydhabo ayaa la leeyahay waxaad moodaa abdacasiis xasan maxamed lafta gareen in ma arkaysay dhaqaale xoogan hadda uu haysto mashaariic fara badanna uu macnaheedu gacanta ku dhigay isla markaasna aad moodid state-ka uu hoggaaminayo in lugihiisi ama cagihiisa isku taagay inahaasi markay joogto dawladda Mareykanka dawladda Ingiriiska iyo dawladda Imaaraadka Carabta magaalada Nairobi ayay kula kulmeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud
oo maantay Nairobi joogay Hassan waxay u sheegeen in uu ku fashilmay dawladnimada Soomaaliyana meel xun uu gaarsiiyay adduunkan dhaqaale badan Soomaaliya uu ku bixiyay saawgeed Soomaaliya in markaysay macnahe chapter 7 macnahe si buuxda inay u gasho isaga macnahe uu ka shaqeeyay ciidamada uu burburiyay musuqmaasuqay wax walba waxaana loo sheegay in dastuurka uu bedelay Hassan Sheikh Maxamuud wadar ogol waxaan ahayn adduunka aanu ogolaan karin Soomaaliya in dagaal sokeeyo loo celiyo duulsho iyo markaysay duur cad in la isdulmiyo in markaysay aanay ogolaan karin mar hadii ay kor joogtaynayaan dawladnimada Soomaaliya oo ay sheegeen dhaqaale fara badan in ay kaga soo baxday inaasi markay joogto Hassan Sheikh Maxamuud ayaad moodaa in xaajada ay ku xuntahay markaasi hadday noqoto dhanka Puntland oo uusan gacanta ku haynin hadday noqoto dhanka maamulada isteediyada kale sida Kismaayo Baydhabo Dhuusamareeb iyo halka loo yaqaano Jawhar oo dhammaantood ay doonayaan in doorasho dadban ay qabsadaan ka madax bannaan Hassan Sheikh Maxamuud halka Hassan Sheikh Maxamuud uu ku dadaalayay in doorashada dadban isaga uu maamulo isla markaana maamul goboleedyada uu ka tuuro kuraasta ay ku fadhiyaan rag isaga uu wato uu geysto sida dalka uu ku qabsado rajada Hassan Sheikh Maxamuud waddankan inuu diktatooriyad sii geliyo uu sii haysto ayaa daaqada ka sii baxaysa haatan ciriiriyowday madaxweynaha dowladda galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor saacadii ugu dambeeyay isla caawa isagana wuxuu u yeeray guddigii dabdamiska beesha Habargidir ee deganayd Saybiyaano ama dabdamiska xarunta qaranka Soomaaliyeed ee Baleyska u lahaa markii uu u yeeray laba qodob ayuu u sheegay wuxuu ku yiri nimayow anigu waxa iga sugeysan inaan difaaco dabdamiska oo aad deganaataan Habargidir waa saldhiggeeda waan ogahay waa meesha hubka ugu badan markay duulaan samaynaysa ay wax ka abaabusho hub badan baa meesha idinku qarsanaa laakiin anigu waan awoodi kari waayey meeshaasi inaan idinku difaaco oo aad sii deganaataan waan kari kari waayey hadhowdi hay eedina maadaama aan idin maqnaa meeshaas iyada ah inaan idinku sii haayo ay kaanta baawar buu yiri midda labaad waxaad iga sugeyseen waxaan ku dadaalayay haddii aad macnihii joogi weydaan meeshaasi in aan idiin raadiyo meel kale oo aad degtaan dawladdu aan idinkaga dhammeeyo wuxuu yidhi middaasna macnihii tabar waan u waayey meel dawladda inaan idinkaga soo dhammeeyo intay idin siiso aad degtaanna taana wax kama qaban karo marka berri ka saa dambeeyay eedina dadaal baan galay shaqa ayaan galay shaqadii aan galay haddaan ahay nin saleebaan oo reer Muuse ah oo farax ah walaalayaalow berri ka saa dambe qoorqoor sidaas u ahay dhihina waan idiin dadaalay waana uu sababeeyey wuxuu yiri haddii dadkan meesha ay deganaan lahaayeen lagu hayn lahaa iyo haddii dadkan meel loo raadin lahaa waxaaba dagaalka lambar kow ka ah oo horboodaya rag Habargidir ah oo siyaasiin leh oo ganacsato leh oo xildhibaano leh ayaaba adinka in meeshaan la idinka raro lambar kow doonaya oo horboodaya dowladda Soomaaliya marka anigu shaqsi Habargidir aan ahay buu yiri ka mid ah Habargidir kaliyana madaxweyne uma ahi gobolka Banaadirna madaxweyne kama ahi anuu waxaan madaxweyne ka ahay Galmudug State oo ay degan yihiin qabiilaad kala duwan oo Soomaali oo dhan ay u dhantahay oo digil iyo mirifla xataa uu ku jiro daarood uu ku jiro dir ay ku jirto danwadaag ay ku jirto shanta qabiil oo Soomaali ah ayaa degan buu yiri waana runtiisii waxaa degan Mareexaan oo daarood ah waxaa degan Habargidir oo hawiye ah waxaa degan Abgaal oo hawiye ah waxaa degan Sure oo macnihii dir ah waxaa degan digil iyo mirifle oo xildhibaano ay ku leeyahay ah oo waxaa degan Madhibaan baa degan iyo Xarba degan oo danwadaag ah marka reer Xamar Banaadiri unbaa ka maqan Banaadirigana 91-dii gabdhihii laga kaxeeyay AC-ga lagama sheekeyn karaa dee caawa 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 hadda saa'id waay waxaan lama ogola in la sheegsheego miya idanow caawada saa'id waaye fayruska waxba sheegin waay baad u jeedaan si kastoo ahaataba
قبلي عد عداء بنادرجة أو إيسيجا كده حجري إنتو كنتن دكرير لجيي عدادة يدو سمرب ليري الماء عد عد من ربنا إنا نور دشان عنق مدوب دشي السجود اللي جت وقتي إنا نسكوك عدايان ربي من مدوب إير دشي وريا دراد يدلود دلي كواسا كمغنا إيجينا ويلجيي ويتشوغان وحي بدبادي وان سجود اللي جت وقتي مركز سكستايا هاتبا فارس كو سيادو احمد عبد الكاري قرقور وحو يري عوضو وحبا يدين من قبان كرو هل قضبان سمين كراو يري I can do only one thing for you قضب كاسو حووي مدحوينا الصومالي حسن شيخ محمود مركز او كي ما يدو ودن كينيا وهذا حمر او سو جارو ان ان قدقي ناسي دبدمسكا اذن كحيو ان اذن لكولنسيو بس ان كاري كرا أذنك مركز كلا حال تما أما ماشي هيدين لافو أما معنيه مال هيدين سيو أما معنيه سيدي وقوان وقاري أرميهني هكارنigo أنا قد دبضي ذا كبرنانك ولا ليالو بريها إسوا عينينا كاريه قرقور وحبو قبو واي هيدهينا كاريه قرقور ونشير قولي بيمبو ناشاق هيدهينا سيدا سويري أحمد عبد كاريه قرقور أنا قد مقران أيو إذا عدها لوكال كاه أو شموري هو يديسي مكروفان كوي لأرداي عيبت شموري رادينهي سي أي داقد وقلت دقان ماركيسي كوي ماركيسي معنيه مكروفان كحتا قبيلينهي وحان ربا حداي الشيغان إنا نلو داكتان لكن وحان كبقايا إن أي مال مكدب شيغان ما يشاسن للنافي مايو وحان هركو قو شيغي قورقور دراد مركو يري بالهدد نجادة أو جوجا وي أمانين هل يي ويي دين وعن كل هاي بريكاسة دمبي قرقور أو عين يان أو دايان وي أي دالي أرما لاكا محاي لي محمد عبد الله فرماجة بوحي دين هاي برجدير إي جاية شانسي فايو نبيجا كشبها فرماجة نجا عين